حبيبي تفضل تفضل. ازيك يا رب؟ ازيك يا يوسف؟ انت فاكرني صح؟ للاسف، بس ماما ورتني صوري وانا معاكم. ان شاء الله تفتكرني. انا يوسف عم يوسف ولا عم خالد؟ انت اكيد مروان صح؟ انا عم خالد. خالد حبيبي تحب اوريك اوضتك؟ اكيد انت جاي تعبان. بس انا عايز اقعد معاكي وعايز اقعد مع اخواتي. قوي قوي. اتفضل 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 حبيبي. تعالى يا حبيبي. حقيقة يا جماعة أنا لحد دلوقتي مش قادر أفتكر أي حاجة. حبيبي يعني أنت لغاية دلوقتي مش قادر تفتكر ان انا امك؟ للاسف لا. الشخص الوحيد فيكوا اللي حاسس اني شفته قبل كده هي ملك. طب هو انت خالد فقدت ذاكرة ازاي؟ عملت حادثة يعني ولا ايه؟ مش عارف يا حازم. انا كل اللي فاكره ان انا فقت لقيت نفسي في مكان معرفوش، زي ما يكون صحراء شجر، وحسيت حد بيسحبني بيحطني في عربية اغمى عليا تاني، وفقت بعديها لقيت نفسي في بيت غريب جدا حواليا ناس كتير معرفهمش. طلع ان هم دكاترة، صاحب البيت ده اسمه عاصم سعادة، حكالي ان هو لقاني عند الجبل ولقاني سايح في دمي. الراجل قال لي انا حسيت ان شكلك ابن ناس وشكلك عملت حادثة كبيرة، فخاف يبلغ البوليس وخدني عنده في البيت. استنى لما اتحسن شوية علشان يشوف بقى انا هحتاج ابلغ البوليس او هفتكر حاجة ولا لا. بس الدكاترة اكدوا له ان انا عندي فقدان ذاكرة. الحقيقة انا مش عارف انا صعبت على الراجل في ايه بالظبط، بس كان بيثق فيا بشكل غريب واحتضنني وحاول انه يساعدني على قد ما يقدر. بصراحه ما كنتش عارف اعمل ايه، وقررت انه يمكن دي فرصه ان الواحد يبتدي حياه جديده. الله اعلم حياتي القديمه كانت عامله ازاي. الراجل طلع لي باسبور لبناني باسم زياد وهبي وخدنا اشتغل معاه في شركته. يعني انت دلوقتي لبناني صح؟ ايوه يا يوسف، وكنت هفضل لبناني لولا ان انتوا قابلتوني ووريتوني صوري وانا معاكم، وقلتوا لي ان انا دكتور اسنان، كل الحاجات اللي حكيتوها لي دي. لولا كده كنت هفضل لبناني، هفضل عايش في